بالنسبة لوزارة التربية أنا هذا موقفي ضرينا أه برشا المؤسسة التربوية أسأنا إليها بإغلاق مدارس مدرسه أكبين. احنا مش نرجعوا وباش نحاولوا من هنا لل تخرج دفعات جديده باش ندمجوا النواب هو سيد الوزير النواب ونكونوا النواب لان احنا عندنا نواب في التعليم الابتدائي والثاني مولات التربيه وهذا ملف كبير و... وزاره نواب. التربيه و قدموا خدمة كبيره وزاره الطلبه وقتها احنا ما مع عندناش معلمين في المنطقه الريفيه وما عندناش ساده الناس باش يخدموا وخدموا بلاش تغطيه اجتماعيه وخدموا في ظروف قاسيه وما خلصوش معناها عنا دين الناس هذم عنا معاهم دين باش نكونوهم وان شاء الله دي سي سانكون لازم الكل صيغه الكابس صيغه شفناها غير مجديه مرهقه قياسر ومش غير مجديه اما احنا البديل سيد الوزير البديل احنا قاعدين نشوفوا الصيغه معنا حتى اوني برشا صيغه نجموا قلت لك عندنا ديجا صيغه اذا ادماج النواب اذا هذه الصيغة معناها موجوده في اتفاقيات مع النقابه ومعناش مع التشكيل في الثانوي عن 10% نجموا نكبروا اكثر هي كلها راهي مربوطه بالانتدابات معناها اليوم وزاره التربيه شوف انا بالنسبه لي انا ودي نقولها الخطا اللي عملناه وهو حل مشكله البطاله في البلاد الموسيه حسب وزاره التربيه مش ممكن حاجياتنا شو مش تكون احنا لحد الان حاجياتنا عم جاي ما نعرفوهاش بالضبط هو مازلنا نشوفوا بالضبط حاجياتنا احنا اه بالنسبه لينا احدى المعارك اللي عملناها وزير التربيه هو ترشيد التصرف في الموارد البشريه والموارد الماديه شو قلقني نشوف قلقني يعني نشوف الطالب نتاعي اكثر واحد سنسيبل اه ما نعرف دي مثلا نقول فما طالب فما واحد في الهند قعد ثلاث سنين على الخدمه ما بقاش خدمه شكاية بالجامعه بتاعه انا بالنسبه لي انا الناس معطلين عمل ناس ضحايا منظومه تربويه مش به وعلى المنظومه أسمع التربويه اسمع بالمراحل نتاع الكل راهو من الواحد. معناها شوف معناها تخرجوا من الجامعه اولا كوناهم في سوق المفقود مفقود علاش يكونوا فيها معناها مش غلطتهم هي غلطه المجتمع التونسي مش غلطه الدوله التونسيه المعطلين عمل هي غلطه المجتمع التونسي ويز المجتمع التونسي قال حلول ومدينه اون بلي ومش معقول معناها دي جون لا خدمه ولا حتى شيء يلزمنا نلقاو له حل اما الحل اعتقد سيد الوزير عفوا يلزمنا التوجيه المدرسي والتوجيه الجامعي هو مشكله المجتمع التونسي مش مشكله الدوله التونسيه مشكله الدوله التونسيه ولا إيه. الدوله التونسيه الشهادات العلميه الدوله التونسيه والمجتمع التونسي يجب على الدوله نتحمل مسؤوليه هذا الاطار يلزم الدوله وهذا الناس ضحايا معناها والدوله هم هذومنا يلون رومبلي لور كونترا مع الدوله قراوا على ارواحهم عملوا شهاده لورديناتور قال لهم برمشي وعملوا عربيه وكل ما اختاروش وحدهم ها خاطر احنا بلاد هذه يزم لورديناتور يحكم عليك تولي اينشتاين ولا تولي معناها متنبي معناها ديجا سيت بروبليم هي المنظومه التربويه هذوم 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 ناس يزم نلقوا لهم حل بي.